بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وبين أنها أعدت للمتقين، ذكر صفات المتقين الذين أعدت لهم هذه الجنة من أجل أن يتحلى بها هؤلاء الذين طولبوا بالمسارعة إليها حتى يكونوا من أهلها. فقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، مع ما يتبع ذلك من أوصافهم. ابتدأ سبحانه وتعالى هذه الأوصاف جميعا بوصفهم أنهم ينفقون في السراء والضراء، وذلك لما للإنفاق من أثر نفسي واجتماعي. فإن الإنفاق دليل صدق إيمان المؤمن، ولذلك عندما ذكر الله سبحانه وتعالى البر في كتابه وبين أوصاف أهله بعد أن ذكر اتصافهم بالعقيدة الصحيحة، ذكر إنفاقهم أول ما ذكر من أعمالهم الظاهرة، فقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وقد قدم ذلك على إقام الصلاة، ثم عطف بعد ذلك إيتاء الزكاة، فقال: وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا كما قلنا هنالك بأنه مما يدل على أن الإنفاق قد يخرج عن الزكاة الواجبة على الإنسان، بحيث يجب عليه أن ينفق نفقة زائدة عن الزكاة المفروضة عليه. والمتقدمون من المفسرين قالوا بأن الأمر بأن وصف هؤلاء بالإنفاق لما في الإنفاق من الدلالة على الإخلاص وصدق التحلي بالتقوى، ولأن الحاجة كانت داعية إلى الإنفاق من أجل سداد عوز المعوزين، ومن أجل النهوض بالواجب الشرعي على الأمة من الجهاد في سبيل الله، إذ الجهاد يتوقف على إنفاق المال. ومن المعلوم أن جميع أمور الأمة ونهضتها إنما تتوقف على إنفاق المال، فالأمة التي تمسك أيديها وتشح بمالها لا يمكن أن تقوم لها نهضة. والمال طبعت النفوس على حبه حبا جما، كما سبق بيان ذلك،
وهذا الحب عندما يمتلك مشاعر النفس ويسيطر على أحاسيسها ويجفف جميع منابع الفضيلة فيها، فتغدو تلهث بسعار وراء المال غير مبالية بالوطئ على القيم وانتهاك الحرم وارتكاب الجرائم على اختلاف أنواعها. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى في هذه النفقة المشروعة عندما تكون حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى من إنفاق هذا المال بحيث تكون في وجوه البر وفي سبيل الله، جعل الله في ذلك علاجاً لهذه النفس البشرية حتى لا تستأثر لهواها ولهذه الشهوة المالية الجامحة التي تتغلغل في أعماقها حتى تعمي بصيرتها. ومن المناسبة لذكر الإنفاق هنا أن الله سبحانه فيما تقدم قبل قليل نهى عن الربا، ونحن نرى أن الربا كلما ذكر في الكتاب العزيز ذكر مقروناً بذكر الإنفاق مع تقبيح الربا وتزيين الإنفاق، وهذا ما نجده في سورة البقرة، فإن الله سبحانه وتعالى في تلكم السورة ذكر أولاً الإنفاق وختم آيات الإنفاق بقوله عز من قائل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وباختتام آيات الإنفاق بهذه الآية الكريمة افتتح آيات الربا بقوله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كما نجد في ثنايا آيات الربا يبين عاقبة الربا وعاقبة الصدقات معه، فيقول سبحانه: يمحق الله الربا ويرمي الصدقات. وقبل نزول الحكم القاطع بتحريم الربا في آيات البقرة وفيما نزل أيضا في هذه الآية الكريمة قبل ذلك، جاءت الإشارة إلى الربا في سورة مكية وهي سورة الروم، وذكر الربا مقروناً بذكر الزكاة، فالله سبحانه وتعالى يقول فيها: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. كل ذلك يدل على أن الربا يقارن بالإنفاق، فلذلك بعدما قال الله سبحانه وتعالى هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، كان الحديث مهيئاً للإنفاق حتى يقابل التحذير من أكل الربا بالترغيب في الإنفاق والتحضيض عليه. ونجد أنه سبحانه وتعالى جعل الإنفاق في حقيقته معاكساً لأمر الربا،
لأن الربا إنما هو استغلال لحاجة المحتاج، فالمرابي يستغل عوز المعز من أجل أن يأكل ماله بغير حق، يأكل ماله من خلال هذه المرابات بينه وبينه، بينما الإنفاق على النقيض من ذلك. فالإنفاق هو دعوة إلى عون المعوزين وقضاء حاجة المحتاجين من المال، فلذلك كانت الربا على النقيض من الإنفاق. وعندما يذكر هذا يذكر هذا لأجل التحذير من أحدهما والترغيب في الآخر. وكما قلت أحوال الأمة لا تقوم إلا على الإنفاق، لأن الأمة بحاجة إلى التكافل وبحاجة إلى أن تقوم بشتى المشروعات الخيرية. ونجد أنه سبحانه وتعالى هنا يصف هؤلاء المتقين بأنهم ينفقون في السراء والضراء، وسيأتي الكلام في المراد بالسراء والمراد بالضراء. ومما قيل في ذلك بأن السراء هي حالة الإمكان والقدرة واليسر، والضراء هي حالة العجز والعسر، أي إن الإنسان مطالب بأن ينفق بقدر مستطاع، لأن في النفقة اتقاء من النار. فهذا الفقير قد يحتاج إلى الإنفاق، ولو كان إنفاقه أمراً يسيراً قليلاً جداً، ولكن مع ذلك يحض على الإنفاق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي جزء من التمرة، بحيث ينصف الإنسان التمرة نصفين فيعطي غيره نصفاً ويستبقي لنفسه النصف الآخر. هذا مما يؤد اتقاءً للنار. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، ولو كانت هذه الصدقة بكراع بظلف شاة محرق، هذا كله مما يدل على الحظ على الصدقة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أتاها سائل فأعطته حبة عنب وقالت: كم فيها من مثقال ذر؟ ويروى عن بعض السلف أنه تصدق ببصلة. فإذا الإنفاق مطلوب من الإنسان في يسره وفي عسره، في شدته وفي رخائه، في منشطه وفي مكرهه، يطلب منه أن ينفق لما في هذا الإنفاق من المشاركة في التكافل الاجتماعي، ولما في هذا الإنفاق من تعويد النفس على الخير وتطهيرها من آثار الشح المذموم. فإن شهوة المال كما قلنا شهوة جامحة، عند ما تستولي على النفس الإنسانية تسيطر عليها سيطرة تامة وتجفف جميع ينابيع الفضيلة فيها، حتى تبقى النفس لا تعرف فضيلة قط، وإنما تلهث وراء الرذائل لحبها استجماع المال من أي طريق كان. ولئن كان المفسرون القدامى نوهوا بالإنفاق في سبيل الله من أجل المشروع الكبير العام الذي يعني المسلمين جميعا، وهو الجهاد في سبيل الله، وقالوا بأن
ذكر الإنفاق هنا لأجل هذا الغرض بجانب قضاء حاجات المحتاجين. فإن من المفسرين المتأخرين من أشار إلى ضرورة الإنفاق لأمور كثيرة، ومن بينها النهوض بالتعليم. فصاحب المنار وقد كان بمصر كان يتمنى من الشعب المصري أن ينفق كل أحد منهم قرشاً واحداً في العام حتى يجتمع من ذلك ما يمكن أن يكون سبباً لنشر العلم والنهوض بهذه الأمة. ونحن نقول بأنه بجانب هذا هناك مشروعات كثيرة، من بينها تزويج العزاب من أجل تحصينهم وإعفافهم والقضاء على عنوس الفتيات الذي يهدد المجتمع. فلو أن جميع أبناء المجتمع يتعاونون على ذلك، موسرهم ومعسرهم، بحيث يكون على الأقل كل واحد ينفق في العام ريالاً واحداً على الأقل، ومعنى ذلك أنه لا حد للأكثر، فبالإمكان أن ينفق من كان أقدر ريالين أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو مئة أو ألفاً أو هكذا، فإنه يجتمع من ذلك الخير الكثير. وقد يكون هذا المشروع مشروعاً عاماً يتناول قضاء جميع الحاجات على اختلافها، فيمكن أن يستغل هذا المبلغ في تزويج العزاب كما قلت من المعوزين لا من الموسرين. ويمكن بجانب ذلك أن يستغل أيضاً في إنشاء المكتبات العلمية وفي إنشاء المدارس القرآنية وفي إنشاء مراكز لتحفيظ القرآن وفي إنشاء شتى المشروعات الدعوية التي تعود على المجتمع بخير. وقد يكون الشيء اليسير إذا كانت روافده متعددة كثيراً جداً، فنجد نحن حبات الماء التي تنزل من السحاب مع تكاثرها تتكون منها سيول جارفة. فهكذا المال عندما تجتمع النفوس على إنفاقه بحيث ينفق كل أحد بقدر يسره، يكون في ذلك خير كثير بفضل الله تبارك وتعالى وبعونه وتوفيقه. وإنما الأمر يحتاج إلى همة وبذل وتضحية وعناية، فعندما تحصل هذه العناية ييسره الله تبارك وتعالى تيسيرها. الذين ينفقون في السراء والضراء، ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق هنا في السراء والضراء، وللمفسرين كلام في المراد بالسراء والضراء. فابن عباس رضي الله عنهما فسر السراء باليسر وفسر الضراء بالعسر، وذلك كما قلت يعني ضرورة المشاركة في الإنفاق بقدر المستطاع بحيث لا يحتقر أحد أي شيء كان مما ينفقه، ولو شيئاً يسيراً قليلاً كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شق تمرة.
ومنهم من فسر السراء والضراء بالشدة والرخاء. وذلك على أي حال ليس ببعيد من الوجه الأول. وقال ابن كثير بأن المراد بالسراء والضراء اليسر والأسر، بأن المراد بالسراء والضراء الأسر واليسر والشدة والرخاء والمكره والمنشط. وقيل بأن المراد باليسر الحالة الاجتماعية بحيث يكون الناس في حالة يسر، فذلك لا ينبغي أن يمنع المنفقين أن ينفقوا، إذ قد تدعو الحاجة ولو بعد حين إلى ما ينفق، فالنفقة يجب ألا تتوقف من أجل وجود اليسر، يسر المجتمع، وإنما يتواصل الإنفاق. وكذلك في حالة العسر، أي عسر المجتمع، أي النظر هنا إلى المشروع الذي ينفق من أجله، المجتمع الذي ينفق من أجله، لا النظر إلى حالة المنفق. ومنهم من فسر السراء بحالة المسرات، وهي كما قالوا الإنفاق في الأعراس والولائم، والضراء عكس ذلك، قالوا في الضراء الإنفاق في المصائب والمآتم. وهذا لا يعني أنه يؤمر بالإنفاق من أجل إقامة حفلات في المآتم، فإن ذلك مما يضاد السنة النبوية، ولكن معنى هذا أن ينفق على أصحاب المصاب، بحيث يشارك الإنسان أبناء مجتمعه في سرائهم وفي ضرائهم، فإن كانوا في حالة المسرة، وذلك بأن تكون عندهم مناسبة تفيض عليهم بالسرور، فإنه يشاركهم في هذه الحالة بالإنفاق قدر المستطاع. وإن كانوا في حالة مصيبة ينفق أيضاً عليهم من أجل التهوين عليهم من مصيبتهم. ومنهم من قال بأن السراء هي الحالة التي تسر النفس، كالإنفاق على الأولاد والأهل، فإنه مما يسر كل أحد أن يرى أولاده وأهله في نعيم. والضراء الإنفاق الذي يشق على النفس، وهو الإنفاق إنفاق الإنسان على من لا يحب، إنفاقه على عدوه إن اقتضى الأمر الإنفاق عليه. ومنهم من فسر الإنفاق في السراء بما يضاف به الغني أو يهدى إليه، والإنفاق في الضراء بما يعان به الفقير المحتاج، فإن الغني إنما هو في حالة سراء. وقال القرطبي بأن الآية تعم ذلك، وهذا واضح، فإن الآية تعم الوجوه بأسرها، والسراء هي في الحقيقة اسم مصدر من سره يسره سراً وسروراً ومسرة، والضراء كذلك اسم مصدر من ضره يضره ضراً ومضرة. ومن
ذكر الإنفاق في السراء والضراء يعني أن أولئك ينفقون المال على أي حال، فهم ينفقون المال في حالة كونهم مسرورين أو في حالة يسرهم كما قيل، وكذلك في الحالة المضادة لهذه الحالة، وذلك لأن كلتا الحالتين مظنة الإمساك عند بعض الناس، فإن المسرة قد تبطر صاحبها، بما أنه يرى نفسه في مسرة يرفل في حلل النعيم، ربما كانت هذه المسرة الطاغية آثارها على نفسه بحيث لا يبالي بالآخرين، لا يفكر في عوز المعوزين وحاجات المحتاجين، وإنما يهمه أن يكون هو بنفسه في سراء. والمضرة هي أيضاً بالنسبة إلى الكثير من الناس داعية إلى أن يفكروا في حاجتهم بأنفسهم وألا يفكروا في حاجات المحتاجين الآخرين. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هنا السراء والضراء، إنفاق المال في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. وترون أن الله تبارك وتعالى لم يصف هؤلاء بقوله المنفقين في السراء والضراء، وإنما قال ينفقون في السراء والضراء، أتى بالفعل المضارع لما يوحي به من التجدد، فإن هذه الحالة تتجدد عندهم باستمرار بخلاف ما ذكر من بعد من الأوصاف التي اتصفوا بها كقوله سبحانه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فإنه وصف الله سبحانه وتعالى هنا بصيغة اسم الفاعل الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس لما توحي به من اللزوم والثبات، أي هذه صفة ملازمة لهم، الإنفاق يتجدد وكظم الغيظ والعفو عن الناس بالنسبة إلى أولئك صفة لازمة لهم. والكظمين الغيظ، الكظم هو في الأصل سد الشيء، فكظم الفم أن يسد، وكظم الباب أن يغلق، وكظم القربة والسقاء أن يملأ بالماء ثم بعد ذلك يشد عليهما الحبل، ويقال للحبل الذي يشد به السقاء أو القربة يقال له كظام، ويقال للحصاة التي توضع على جري الماء حتى تمنعه من الجر كظامة. والأصل في الكظم هو كظم النفس، أن يمنع النفس، ويقال لمن امتلأ غيظاً، ويقال لمن امتلأ حزناً وأسفاً كظيم ومكظوم، كما قال الله سبحانه وتعالى في يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وقال أيضا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، وقال في ذي النون إذ نادى وهو مكظوم. ويقال
في الإبل إذا منعت جرتها، والجرة هي ما تجتره، أي الطعام الذي ولج إلى جوافها ثم تخرجه بعد ذلك لتجتره، يقال في الإبل إذا منعت جرتها، جضمت جرتها بمعنى منعتها عن الخروج. وهذه الحالة إنما يقول بعضهم تكون لها في حالة الخوف، كما يقول أعشى باهلة يصف نحاراً للإبل: قد تكظم الإبل، قد تكظم البزل منه حين تبصره، قد تكظم البزل منه حين تبصره حتى تقطع في أجوافها الجرر. فمعنى كظمها هنا كما ذكرنا، تكظم البزل عندما تبصره من خوفها إياه لما اعتادته من النحر الذي شاهدته في نظائرها. وقد يكون هذا الكظم بمعنى الخوف حتى في غير الإبل، كما يقول عبد المطلب: فحفظت قومي واحتسبت قتالهم، والقوم من خوف المنايا كالضب. فعلى هذا الكظيم لا ينحصر في من كان مملوءا حزنا فحسب، وإنما يكون أيضا في من امتلأ خوفا. والغيظ مصدر غاض يغيظ، في الأصل يدل على معنى الامتلاء، يدل على الفيض. فالغيظ هو ما يكون من هيجان حفيظة الإنسان بسبب ما يحركها من رؤية أمر تكرهه، أو خدش كرامة النفس، أو تعرضها للإيذاء من قبل الغير. والغيظ كما قيل هو أصل الغضب، ولكن يفرق بين الغيظ والغضب بأن الغيظ لا يظهر أثره على فعل الإنسان، وإنما الغضب هو الذي يظهر أثره على فعله، بحيث إن الغضب الناشئ عن الغيظ هو الذي يدفع إلى الانتقام، وإنما الغيظ يبقى في النفس فإن زاد حتى أدى إلى الانتقام فهو الغضب. ومن أجل هذا لا يوصف الله تبارك وتعالى بالغيظ، وإنما يوصف سبحانه بالغضب، لأن غضبه إنما يفسر بما يوصله بأعدائه من عقوبته، أي بالعقوبة التي تكون منه سبحانه وتعالى في من تمرد عليه وخالف أمره، إذ الله تبارك وتعالى منزه عن الانفعالات، فغضبه لا يكون كغضب المخلوقين، وإنما الله تبارك وتعالى ينتقم من أعدائه. فالغضب إما أن يكون بمعنى إرادة الانتقام، وعلى هذا فهو صفة ذات لله تعالى، وإما أن يكون بمعنى الانتقام نفسه، وعلى هذا فهو صفة فعل، كما أن الرحمة كذلك إما أن تكون بمعنى إرادة الإحسان، وإما أن تكون بمعنى الإحسان نفسه.
فإن فسرت بالإرادة فهي صفة ذات، وإن فسرت بنفس فعل الإحسان فهي صفة فعل. والكاظمين الغيظ، الله سبحانه وتعالى بيّن أن الجنة للمتقين، ومن صفة هؤلاء المتقين بجانب كونهم ينفقون في السراء والضراء أنهم يكظمون الغيظ، أي لا يتعجلون إلى الانتقام ممن أساء إليهم، بل هم لا يتركون غيظهم يفيض حتى يتحول إلى غضب مؤد إلى الانتقام ممن أساء إليهم. ونحن نرى في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وعظيم أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. فقد جاءت روايات كثيرة عنه عليه أفضل الصلاة والسلام تدل على ما لكظم الغيظ من منزلة عظيمة عند الله يتبوأها من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا الأمر. من ذلك ما جاء عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أن من كظم غيظاً وهو قادر على إنفاذه يدعى به يوم القيامة على رأس الخلائق ويخيره الله تبارك وتعالى في أي الحور شاء. وكذلك جاء أن من كظم غيظاً امتلأ قلبه أمناً وإيماناً، لأن كظمه للغيظ ينور بصيرته، فلذلك يمتلئ قلبه أمناً وإيماناً. وجاء في حديث أخرجه أحمد والشيخان من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. أي ليس الشديد القوي بالسرعة الذي يقوى على مصارعة الناس، الذي يصارع الناس بكثرة لقوته، لقوة عضلاته وجرأته وشدة شكيمته ومضاء عزيمته، وإنما الشديد بالسرعة، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. وجاء في رواية: من يصرع غضبه، أي من يقوى على السيطرة على غضبه، هذا هو الشديد، لأنه يسيطر على أعصابه ويهيمن على أحاسيسه فلا يندفع. وجاء في حديث من طريق أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتي وقال له: يا رسول الله، قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فتردد إليه يسأله المرة بعد المرة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومعنى هذا ألا يغضب لحق نفسه. أما الغضب لله تعالى إذا انتهكت حرمه فإن ذلك بطبيعة الحال من مقتضيات الإيمان، إذ المؤمن غيور لا يرضى
أن تنتهك حرمة الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. قد يكون هذا الغيظ أمراً يقاوم لئلا يظهر، ولكن مع ذلك يبقى داءً دفيناً في النفس بحيث يتحول إلى حقد متأصل في النفس، وهذا أمر غير محمود، فإن هذا أعظم من أن يتجرأ الإنسان وينال ممن أساء إليه، فقد ينفجر هذا الحقد في يوم من الأيام ويؤدي إلى انتقام خارج عن الاعتدال. فلذلك أتبع الله سبحانه وتعالى هنا قوله والعافين عن الناس، أي أن يعفو الإنسان عمن ظلمه. وقد جاءت الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مرغبة في العفو مع المقدرة، بحيث يكون الإنسان قادراً على أخذ حقه ممن ظلمه، ولكن مع ذلك ينزل عن هذا الحق لمن ظلمه، فإن ذلك مما يؤدي إلى عفو الله تبارك وتعالى عن العبد. فمن عفى عن من ظلمه كان ثوابه عند الله تبارك وتعالى أن يعفو الله تبارك وتعالى عن إساءته ويوفقه للتخلص من آثار تلكم الإساءة. والعافين عن الناس، الله تبارك وتعالى ذكر العفو كما قلنا إثر ذكر كظم الغيظ حتى لا يبقى لهذا الغيظ أثر في النفس ولا يتحول إلى حقد يأكل النفس ويهددها بالانفجار يوما من الأيام حتى تبطش بالمحقود عليه. ثم إنه سبحانه وتعالى أتبع ذلك قوله والله يحب المحسنين، من المفسرين من قال بأن في المحسنين هنا للأحد، والمراد بهؤلاء المحسنين أولئك الذين وفقوا لكظم الغيظ والعفو عن الناس، فإنهم في حقيقة أمرهم محسنون. فالآية الكريمة تدل على أنهم محبوبون عند الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال بأنها للجنس، بحيث يندرج في ذلك هؤلاء الذين وصفوا بما وصفوا به من قبل وسائر المحسنين، على أن الإحسان درجة تجعل الإنسان يحرص على الخير ويتقي جميع الشرور، لأنه يستشعر عظمة الله تبارك وتعالى في جميع أحواله. المحسن يستشعر عظمة الله تعالى في جميع أحواله، إذ جاء في الحديث تفسير الإحسان بقوله عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. ومعنى هذا أن يلحظ الإنسان في جميع تحركاته وفي جميع أحواله
رقابة الله تبارك وتعالى، أن الله مطلع على أمره وأنه قريب منه وقادر عليه، فلذلك تنضبط جميع هذه التصرفات والأعمال، بل تنضبط حركات نفسه حتى لا تخرج عن حدود الاعتدال. ويحرص هذا العبد دائما على أن يكون وفيا بأمر الله، متجنبا لسخطه سبحانه وتعالى. والله يحب المحسنين. ومن المعلوم أن إنفاق المال في السراء والضراء وكظم الغيظ يقوى عليهما الإنسان عندما يكون بهذه الحالة، عندما يكون مستشعرا رقابة الله تبارك وتعالى عليه، ومستشعرا قربه منه، ومستشعرا جزاءه، سواء كان هذا الجزاء على الإحسان أو على الإساءة، فإن ذلك مما يقوي ملكات الخير في الإنسان ويجعله يسيطر على نزعات الشر في نفسه، فلا تندفع نفسه وراء عواطفها الرعناء، وإنما تحرص على فعل الخير واجتناب الشر. وهناك رأي آخر قاله العلامة السيد رشيد رضا في تفسيره المنار، وهو رأي وجيه جدا، أن هذا وصف آخر لهؤلاء، وصف آخر لهؤلاء المتقين الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، هو وصف رابع لهم، ويعني أنهم بجانب اتصافهم بما اتصفوا به جميعا، بجانب ذلك كله، هم يحرصون على الإحسان الزائد، على كظم الغيظ والعفو عن الناس. واستدل لهذا بما روي عن بعض السلف ولم يسمه هو، أن جارية له خرجت لتصب عليه وضوءا من إناء، فوقع الإناء عليه وتأذى من ذلك، وثارت حفيظته وكاد ينتقم منها، فقالت له: والكاظمين الغيظ؟ فقال: كظمت غيظي. فقال: والعافين عن الناس؟ فقالت: والعافين عن الناس. فقال: عفى الله عنك. قالت له: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. فمعنى ذلك أن هذه زيادة في الإحسان فوق كظم الغيظ وفوق العفو، أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه، هذه درجة. وهذه القصة رويت عن عدد من الناس، فقد روي عن ميمون بن مهران أن غلاما له خرج بإناء فيه مرقة حارة، وعنده ضيوف، أي عند ميمون بن مهران ضيوف، فوقع ذلك الإناء على ميمون بن مهران وأحرقته المرقة، فلما أحرقته المرقة غضب وهم أن يضرب الغلام، فقال له: أذكر مولاي قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قال له: والعافين عن الناس. فقال له: عفوت عنك. قال له: والله يحب المحسنين. قال له: اذهب فأنت حر. ورويت
هذه القصة عن الأحنف بن قيس، الرجل المعروف بحلمه، وروي عن زين العابدين ابن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان غلامه يصب عليه وضوءا، فوقع الإناء عليه، فكانت منه هذه القصة كما هي مذكورة. وتروى عن زين العابدين قصة أخرى، هذه القصة تذكرني بقصة نقيضة لها، هي دالة على منتهى الحلم. فقد روي أن طفلاً صغيراً له كان نائماً، وجاءت جارية له بطبق فيه شواء صاخن، فوقع الطبق على الطفل ومات الطفل من جراء ذلك. فقال زين العابدين: لقد أصاب هذه الجارية من الروع ما لا يسكنه إلا الأتق، اذهبي فأنت حرة. هذه القصة تدل على منتهى الحلم، هذا لا يستغرب أن يكون في أحد ينتمي إلى بيت النبوة أن يكون فيه هذا الحلم البالغ. لكن كما قلت، الشيء بالشيء يذكر. هناك قصة أخرى تدل على عكس ذلك تماماً، ذكرها الجبرتي في تأريخه عن حاكم مصر في زمانه، قال بأن مجموعة من الجواري من جواريه المملوكات كنا في غرفة، وكانت إحدى جواريه تحتضن طفلاً له، وعلى ما ذكر الجبرتي هذه جارية كانت جارية بيضاء، ووقع بينها حديث حاد وبين جارية سوداء، فرفستها الجارية السوداء ووقعت الرفسة على الطفل. لما وقعت الرفسة على الطفل قال ذلك الحاكم: لئن مات ابني فسأقتل جميع هذه الجواري. ومات فعلا الطفل، فأمر بكل الجواري الرافسة والمرفوسة وكل من كان حضر هناك أن يلقين جميعا في النيل. يعني تشفي خارج عن حدود الاعتدال، يدل على الغطرسة وعلى الجبروت، يعكس ما ذكره الله تبارك وتعالى عن عاد، وما كان من خطاب هود لهم بقوله: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وهكذا الفرق، هكذا يختلف الناس في طباعهم، وبناء على هذا الاختلاف في الطباع تختلف أفعالهم. هناك من يسارع إلى كظم غيظه، ويسارع إلى السيطرة على أعصابه في وقت تثور فيه الأعصاب، وهناك من يندفع وراء عواطفه ويأخذ المحسن بجريرة المسيء، هكذا لا يبالي بأي واحد أن يبطش به. فكل مهيئ لما خلق له، أهل الخير مهيئون لأعمال الخير، وأهل السوء والعياذ بالله مهيئون لأعمال السوء. هذا ولا ريب أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من هذه الأوصاف هنا إنما يدعو إلى المسارعة إلى التحلي بها، بأن هذه هي أوصاف أهل الجنة، أوصاف المتقين الذين وعدهم الله سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض، مع ما يأتي من أوصافهم في الآية التي تلي هذه الآية الكريمة. وأول ذلك
رقة طباعي. هذه الرقة هي التي تدفع إلى الإحسان، تدفع إلى إنفاق المال في السراء والضراء. فإن من لم يكن رقيق الطبع كان المال هو الذي يهيمن على كان حب المال هو الذي يهيمن على مشاعره وأحاسيسه، فلا يندفع إلى حب المال بل يزداد شحا فوق شح، يحب المال حبا جما كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما ولا يبالي أن ينتهك جميع الحرم وأن يرتكب جميع المخالفات الشرعية من أجل توفير المال، بخلاف أصحاب الطباع الرقيقة. هؤلاء تدفعهم فطرتهم إلى الرفق بالمساكين وإلى المسارعة إلى الطاعات وإلى المسارعة إلى المشاركة في جميع أعمال البر، فلذلك يحرصون على النفاق. ويقول السيد رشيد رضا في هذه الآية الكريمة: لئن كانت هذه الآية تصف المتقين الذين وعدوا جنة أرضها السماوات والأرض بأنهم ينفقون في السراء والضراء، ومعنى ذلك أنهم ينفقون حتى في حالة الشدة التي يكونون عليها، فمعنى ذلك أن من لم يتصف بذلك فليس هو من المتقين. والحافز هنا بجانب رقة الطباع عند من أكرمه الله تبارك وتعالى بهذه الرقة، فإن الذين أكرموا برقة الطباع يرون الإحسان شفاءً لآلامهم التي يحسون بها، لأنهم يحسون بآلام المحتاجين والمعوزين. بجانب ذلك ينظر الإنسان نظرة أبعد، نظرة إلى ما ينتظر. فهناك من أكرمه الله تبارك وتعالى برقة الطبع، وهناك من يحتاج إلى معالجة طبعه بالنظر إلى ما هو أبعد من هذه الحالة التي هو فيها وعليها، وذلك بأن ينظر إلى الجزاء. فإن الجزاء الذي ينتظره إنما هو جنة عرضها السماوات والأرض. فلذلك كان جديرا بالإنسان عندما يحس بشح يدعوه إلى التقاعس عن الإنفاق، إنفاق المال في سبيل الخير، أو إلى ما يضاد هذه الأوصاف التي وصف الله تبارك وتعالى بها المتقين هنا، ما يضاد هذه الأوصاف جميعاً، أن يفكر في ذلك المآل الذي ينتظر. فالحياة الدنيا إنما هي حياة محدودة، وهناك مصير محتوم ينتظر كل إنسان، والإنسان في منقلبه هو أحوج ما يكون إلى ما يقدمه من دنياه لآخرته. في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: أيكم، والحديث أخرجه أحمد، من طريق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وجاء أصله أيضا في البخاري وفي مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا له: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال: اعلموا أن كلكم مال وارثكم أحب إليكم من أموالكم. فعجبوا من ذلك، فقال لهم: ليس لك من مالك إلا ما قدمت، وليس لوارثك من مالك إلا ما أخرت. معنى هذا أن ما يقدمه الإنسان بين يديه من ماله هو نصيبه، هو حظه من هذا المال، هو الذي ينتفع به من هذا المال. أما ما يؤخره فذلك نصيب الوارث. فلئن كان يحب ما
يؤخره أكثر مما يقدمه، فمعنى ذلك أن ماله أن مال وارثه هو أحب إليه، هو يحب أن يدخر المال لوارثه ولا يحب أن يدخره لنفسه. ادخاره لنفسه أن يقدمه بين يديه، وذلك بأن يسارع إلى الأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى زلفى، ومن بينها هذه النفقات التي تطهر النفس من آثار الشح المذموم وترقق طباعها وتهذب أخلاقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والتوفيق، وأن يصلح أمر ديننا ودنيانا. اللهم أصلح لنا أمر ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واقطع دابر أعداء الدين، واستأصل شأفتهم. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، وفل حدهم، وأقلل عدهم، واردد كيدهم في نحورهم، وأعذنا وجميع المسلمين من شرورهم، وامح آثارهم، وأورثنا أرضهم وديارهم، واطمس على أموالهم، واشدد على قلوبهم، إنك ربنا على كل شيء قدير، وإنك بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.